وجامعات. يقوله كات ستيفنز الذي اسمه يوسف اسلام وهو من اشهر المطربي التوب اوف ذا بوبس، لحد سنة 1973 في بريطانيا. بالمناسبة هو أبوه وأمه يونانيين، هاجرا إلى بريطانيا. كان يقول كانوا يسمحون لي بقراءة كل الكتب السماوية إلا ما عدا القرآن، فيقول اعترضتني حالة من الفضول، أردت أن أعرف لماذا يحجب عني القرآن الكريم. هذا كلام كات ستيفنز وليس كلامي. وبالمناسبة كات ستيفنز لم يعني كما يعني الصور النمطية التي نشرت عنه ساعتها أنه أعطيت له أموال من السعودية ومن ليبيا ومن قطر، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن كات ستيفنز كان أحد أشهر مطربي التوب في ذا بوبس، كان لديه الأموال الطائلة، كانت لديه الأموال الطائلة ولديه الفتيات الجميلات ولديه الشهرة، ولم يكن يحتاج إلى ريال واحد أو دولار واحد من أي دولة من دول العالم العربي والإسلامي، ولكنه وجد ضالته في هذا الدين. نعم. فأسس مدرسة متكاملة يعني تدرس جميع بما فيها الدين الإسلامي واليهودي. نعم. والمسلم في. نعم. شمال لندن. طيب. على سبيل المثال. نعم.